ديل ستاكوزا بصلصة الثوم والكزبرة الخضراء. أول شي باستخدام المقص نفتح الظهر تبع ديل ستاكوزا، منرجع بواسطة سكين منشق الديل لنصين. بجاط منخلط بصل مفروم، منحط معه حر أخضر مفروم، ثوم مدقوق، وكزبرة خضراء مفرومة. منضيف عليها حامض، منضيف زيت زيتون، آخر شي منحط رشة ملح ورشة فلفل أسود. نخلط المكونات مع بعضها، نرجع منحط الحشوة بقلب الفتحة اللي عملناها بظهر الديل، منحطها بالفرن مدة 15 دقيقة تقريباً، بيكون صار جاهز للتقديم. وهيدي كانت وصفة ديل الستاكوزا بصلصة الثوم والكزبرة الخضراء.